مع انطلاق فعالياته تزامنا مع ذكرى الانتفاضة الشعبية ضد الإرهاب، توافد الزوار بالمئات على معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب. وإذا كان الناس يرددون عادة خير جليس في الأنام كتابه، فإن مثل هذه المعارض تأتي عامرة بالجلساء مفعمة بالأنس. معرض بنغازي الدولي يراد له أن يكون بوابة للنشر والطباعة والتوعية، ما يطرح تساؤلا عما إن كان الكتاب لازال قادرا على مقاومة الوسائل والوسائط الجديدة. احنا شهدنا خلال الفترة الماضية مثلا أن القطاع التجاري انتصر على قطاع المكتبات، وبدأت المكتبات تتضغل وتنقص تدريجيا، وبالتالي أصبح مهمة الحصول على الكتاب صعبة، ويضطر الراغب في الكتاب إلى السفر لحضور المعارض الدولية لمحاولة الحصول على الكتاب. ولذلك كانت إقامة هذا المعرض من أجل توفير الكتاب بأقرب مكان أو أقرب طريقة للقارئ. ضيف الشرف لهذه النسخة في معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب هي مصر، بهدف تعزيز الأواصر بينها وبين ليبيا وتكريم بلد عريق في الإسهامات الحضارية تأليفا ونشرا. مصر دايما بتشارك بأكبر دور نشر في الوطن العربي بأعداد يعني كبيرة جدا، ويمكن حضرتك شفت المعرض وهتلاقي أن أكثر من 70% من المشاركة في المعرض هي مشاركة مصرية. المعرض يعني زي ما بيقولوا ده يعني الفكرة والترتيب جات من جوه قلب الناس اللي هنا، وعشان كده هيبقى معرض ناجح. هدي أهم حاجة إن هم عايزين يعملوا حاجة كويسة، عايزين يحققوا معرفة للناس، عايزين ينشروا المعرفة، عايزين يعني الناس تطلع على الثقافة الجديدة، على المنشورات الجديدة، فكانت الأهداف والنية طيبة. فالحمد لله أنا متأكد أن المعرض يبقى ناجح، ما إحنا لسه في أول لحظة. لولا الكتاب الورقي ما وجد تراث ولا نقلت معارف، ولكن هناك من يرى أن القراءة لا ترتبط بوسيلة بعينها، والأهم من ذلك هو ممارسة الفعل. قرأ يقرأ. معارض الكتب عموماً تهدف إلى مساعدة الكتاب في الصمود بإشاعة فعل القراءة أكثر فأكثر. قبل أكثر من 80 عاماً قال الشاعر السعودي محمد بن عثيميين: جعلت سميري حين عز مسامري، دفاتر أملتها العقول النوابغ. أحمد بن عاشور اليوم، بنغازي.